اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت لميديسن، وفي انتظار كل المكالمات والاستفسارات والرد عليها مباشره من السيد الدكتور الفاضل محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. استاذ حسام ازيك؟ طبعا على طول منور وعلى طول الحمد لله جاهز بالاجابه على كل المشاهدين والمرضى. وطبعا قبل ما نبتدي نقدر نقول ان الميعاد اتغير بتاع الفيسبوك ان شاء الله ليوم الاثنين. الاثنين الساعة 9 بس اليوم مش الاثنين الجاي. يعني احنا كان بيبقى ميعادنا زي ما حضرتك عارف يوم الخميس الساعة 9 مساء. ان شاء الله. فالخميس الجاي مش هيبقى فيه والاثنين الجاي مش هيبقى فيه، هيبقى من الاثنين اللي بعد الجاي. يعني من الاسبوع اللي النهارده يوم 26 يبقى هيبقى 28، واخد بالك احنا في شهر سبتمبر، سبتمبر 30 يوم مش كده؟ يعني احنا نقدر نقول يبقى 28 يبقى 35، هيبقى يبقى 5 في الشهر. الاثنين اللي جاي ده اللي بعده. يبقى 5 هيبقى 5 في الشهر. تمام كده. دكتور محمد، وما زال الحوار مستمر حول الكلام الشيق لمرض السكر. والغدد الصماء. والغدد الصماء، ومش هقول السكر وغدد الصماء بس، ده بالعكس حضرتك يعني بتلم من بالمريض، حتى ان احنا وصلنا لمرحلة خطيرة بالنسبة للمريض اللي حضرتك كنت بتتكلم عنها المرة اللي فاتت، وهي الحالة النفسية وتأثيرها. لا ده حضرتك اديتني دلوقتي خيط جميل قوي. بس قبل ما هخش في الكلام الجميل اللي انت قلته ده، فعلا بتديني إيحاء دايما في بداية الحلقة. عايز اقول بس للسادة المشاهدين المتصلين ان احنا بنشخص المرض، مش بتيجي تقول لي عندي اسهال اخد له ايه. ما ينفعش. انا عايز اقول الاسهال ده ممكن يبدأ من حاجة بسيطة جدا، ان انت كلت اكلة عملت تلبك معوي، الى سرطان. ومش لازم السرطان يكون في الامعاء على فكرة، يعني في بعض انواع سرطانات تكون موجودة في الرئة، موجودة في الرحم، موجودة في المخ، موجودة في الكبد، يبقى الاعراض بتاعتها اسهال. يعني عاوز اوصل للمشاهدين ان كلمة اسهال ده مش مرض. تمام. كذلك واحد تاني يقول لي الم في البطن، مثلا المعده بتألمني، المعده دي ممكن يكون الالم زياده حمض، ارتجاع مريء، قرحه في المعده، التهاب في جدار المعده، جلطه في القلب. يعني يا دكتور عايز تقول حضرتك ان المشكله مش عمليه اسهال او الم في المعده؟ اصل هم تعودوا من الكلام ده ليه يا استاذ حسام؟ اتفضل يا دكتور. زي ما احنا بنقول على الفيسبوك الحلقه الماضيه او البث المباشر الماضي، ان الجماعه بتوع الاعشاب ومدعي الطب او انصاف الاطباء افسدوا الذوق الطبي، زي ما الفنانين الجداد او ما يسمى نفسهم فنانين افسدوا الذوق العام الفني. فهناك ذوق عام طبي باظ. تبص له بيتصل يقول لك انا عندي وجع في رجلي. ايه وجع في رجلك ده؟ سببه ايه؟ لازم نرجع له. مش هتاخد له شيح. ما هو بتاع الاعشاب يقول له وجع رجلك خد له شيح، خد له مش عارف ايه، حط كركم، حط. هو مش مهم الوجع ده جاي منين، هو ما يعرفش يشخصه، حتى لو كان قاري طب او هو حتى دكتور مستواه لا يؤهله انه يشخص، انه يوصل للتشخيص. فبيعالج اعراض، بيعالج اعراض زي بالظبط ما تقول في حراره عاليه. تمام. هتاخد اسبرين، هتاخد بنادول، هتاخد باراسيتامول او بيرال، هل ده شخص؟ لا. طيب من فضل الله ان الحرارة 90% منها حاجات بسيطة، زي مثلا شوية برد، احتقان في الزور، فيروس كده دخل وخرج، غير طبعا بتاع الكورونا. تمام. حتى الكورونا بيدخل ويخرج بسرعة برضه، ممكن انواع منه. تمام. شوية بكتيريا لفوا في الدم كده، واخد بال حضرتك، وعملوا حرارة وعدوا. يعني في حاجات كتير جدا ترفع الحرارة وقتية وما ترجعش تاني وتزول. ففي الحاله دي ادوا له بنادول، ادوا له حاجه مده 24 ساعه. طب افرض قعد اسبوعين بقى. بس المشكله في اللي عنده حاجه لازم تتشخص ولازم لها علاج. لا، فهو اي حد بيتصل هيقول الالم ايه مثلا. تمام. العرض ايه، هيبقى سنه، وزنه، طوله. تمام. ادويه بياخدها ايه، الالم ده بقى له يعني كده ان شاء الله. طيب ناخد ام تقوى، و يا ريت تكون جاهزة بالكلام ده كله. أم تقوى، سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ لو سمحت ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي يا أم تقوى. لو سمحت يا دكتور، أنا عندي الغدة وعملت التحاليل بتاعتها، الـ TSH 3 و3 من 100.
والتي 3 1.22%، والتي 4 44%. عايز اعرف ان الغدة اللي عندي دي خاملة ولا نشطة، وعايز اعرف ان هي لها لو عملت العملية ممكن اعملها عادي ولا ملهوش لازمة ان انا اعمل عملية. طيب انت، وعندي عايز اعرف كمان ان هي ممكن تأثر معايا على الحمل، طيب انت لان انا وزني 165 ووزني 49 وطولي 165. ايوه كده تعدلي، ده انت عامله زي العصايه. خوه اه قولي لي، متجوزه بقالك قد ايه؟ متجوزة ليا 7 سنين. عندك كام عيل؟ انا اتجوزت اول فترة حصل حمل ونزل وقالوا لي عندك الغدة عشان كده نزل العيل، بعد كده قعدت 3 سنين وربنا كرمني ببنوتة. طيب دلوقتي انت عندها 5 سنين دلوقتي. بتاخدي علاج ايه للغدة؟ باخد الارتروكسين 150 على الريق. لا هو مش كافي، زودي ها؟ اقفلي وانا هكلمك من التليفون من التلفزيون. اتفضل. ماشي، شكرا يا متقو، شكرا. مش التحاليل بس، هي طبعا لازم هي تاكل شوية لان هي نحيفة، تمام 49 كيلو وطولها 165، يعني المفروض تبقى وزنها على الاقل 60 كيلو. 10 كيلو زيادة ده كمان. كده لو احنا عايزين نبقى جسم اوروبي، لو جسم مصري المفروض تبقى 70 كيلو. تمام بتكلم جد مش بهزر. حضرتك دلوقتي هو الغدة الدرقية واخدة ادوية مش كافية، مع ان المفروض ان هي تمام تدخل، لكن الجسم واضح ان هي ممكن يكون عندها غدة كظرية كمان، فمش هقدر اشخص على الهواء. لكن احنا نقول دلوقتي تزود ال 150 التروكسن تخليهم 200، يعني حبتين 100 كل يوم الصبح قبل الفطار بساعة. واحد. اتنين، بالنسبة لانت مالكيش عملية يا ماما خالص، هي خاملة متنيلة ما بتشتغلش، تمام حدش ليها ليه، سيبيها مرزوعة مش هيجرى حاجة الا لو حضرتك تعملي لنا الاشعة وتخلي الدكتور بتاع الاشعة يترجم لك التشخيص بالعربي وتقوله لنا واحنا نقدر نساعدك. لكن العلاج ده تاخديه لمدة 3 شهور، وبعدين تعملي اف تي 3 اف تي 4 تي اس اتش بعد 3 شهور وتكلمينا. الف سلامة. تمام تمام يا دكتور. فهو انت حضرتك اتكلمت قلت ان انا او احنا نظامنا بنخرج خارج نطاق الغدد الصماء. هو احنا عندنا تليفون بس يا جماعه، لسه خط واحد. عندنا الاتصال اللي بعده. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا استاذ ممكن ياسمين، اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي. انا بس عايز اخليكي معايا، هو الكنترول بس يقول لنا احنا عندنا خط واحد مازال. لا خطين متهيألي. لا مع خطك انت الجديد. لا ما بتاعتك ما بيشتغلش انا متاكد. فاحنا خط واحد ده معلش المشاهدين يستحملونا، لان هيبقى بين الاتصال والاتصال يعني ايه سندوتش كده نقول. اتفضلي يا ماما. اهلا وسهلا. الو، اهلا اهلا وسهلا. بحضرتك. اتفضلي. اهلا بيك. بقول لحضرتك انا عندي انيميا، الانيميا بتاعتي 10. قصدك ما فيش حاجه كان اسمها احس انيميا؟ بيه اسمعني من بس، المولد كانت 10، اسمها نسبه. دلوقتي بقى انا ما عرفت قد ايه، وبحس بدوخه كده واستغلال في عينيا. اسمعني، سنك كام سنه يا مدام؟ 24. متجوزه؟ متجوزه وعندي بنتين طيب الدوره بتيجي كل صغيره قد 4. الدو... الدوره بتيجي كل قد ايه؟ هي لحد دلوقتي لسه ما جاتش، انا لسه والده بقالي شهرين ولحد دلوقتي لسه ما جاتش. طيب قبل الولاده وقبل الحمل كانت بتنزل كميه الدم كتير؟ لا مش قوي، ساعات مش عين. طيب جميل. دلوقتي كان اخر تحليل قبل اثناء الحمل كان الهيموجلوبين، اسمه الهيموجلوبين يا مدام مش الانيميا، اسمعني بس، نعم اسمه الهيموجلوبين او الهيموجلوبين بالعربي. كان 10 وحاجة صح؟ انا مستمع. اسمعيني اسمعيني من التليفون مش من التلفزيون. استاذ ياسمين طب اقفلي وانا هقول، انا هحاول. طيب طيب اقفلي. شكرا. حتى عشان حد تاني يلحق يدخل. تمام. هي عندها استاذ حسام بتقول عندي انيميا، هو ما تقولش عندي انيميا، تقول نسبه الهيموجلوبين كذا وهي 10 ناقصه طبعا. طيب انا ممكن اعالجها مثلا بالحديد والفيتامينز ينفع، بس لو انا غلطت وكان نسبه الحديد عاليه في الدم ممكن يحصل مشاكل عندها. فهي هتقيس، خلينا نشتغل طب صح بقى، هتعمل نسبه هيموجلوبين تاني يعني تمام. من دول اللي بتقول اخر مره يعني بقى لفتره، هتعمل نسبه حديد في الدم وحاجه اسمها فيريتين وحاجه اسمها توتال ايرن بايندنج كاباسيتي. البرنامج ده بيتعاد تاني الساعه 11، محطوط على الفيسبوك او محطوط على اليوتيوب كمان ساعتين ثلاثه. مرتين تجيب المقطع ده تسجله وتروح للمعمل وتعمل له دول وتكلمنا ان شاء الله يوم السبت الجاي عشان ندي علاج صح يا ست الكل، ما نغلطش معاكي احسن. لو الحديد زياده هتبقى بلوه، هيترسب جوه الكبد وجوه الرئه وممكن في المخ كمان.
يا جماعه معلش عاوز اقول قبل ما انا عارف الاتصال قدامك الحديد سلاح ذو حدين، والحديد من الحاجات اللي هي ممكن تختزن داخل الجسم في اماكن غير طبيعيه وتعمل نوع من تصلب الانسجه في الاماكن دي، فلازم نديه حينما يكون هناك نقص في الحديد. في الحديد يكون تمام. هناك نقصا ولا نقص نقصا يلا يلا الف سلامه عشان هناك اسم كان طيب ناخد الاتصال بعده مدام سعاد عماره. السلام عليكم. السلام عليكم يا مدام سعاد. استاذه سعاد. ايوه عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي اتفضلي معاكي. ايوه معاكي والله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. سلام حضرتك الدكتور محمد سعد. ايوه يا فندم. طب انا عايزه اقول له عايزه اكلمه. انا تحت امرك انا معاكي والله. طيب انا عندي ابن تعبان بيشرب ميه ويخش الحمام كل ربع ساعه. طيب بيشرب ازازه الميه ويخش على الحمام كل ربع ساعه. سنه كام سنه يا ست الكل؟ اسمعيني من التليفون لو سمحت مش من التلفزيون. ما انا بسمع حضرتك من التليفون. طيب امال الصوت بيتاخر ليه؟ لازم انت من بعيد بقى. انت منين؟ انا من حلوان. ده حلوان يعني انا ممكن نشيل التليفون ده واكلمك من فوق سطح الاستوديو. قريبين. انا بتكلم. طيب انا سنه كام سنه يا ست الكل؟ الو ايوه يا دكتور. اتفضلي يا ماما اهلا وسهلا. هو بيشرب ميه ويدخل الحمام على طول كل 10 دقائق او ربع ساعه. سنه قد ايه؟ 45. الراجل يعني ده والدك؟ اخويا اخويا. سنه 45 سنه ولا 45 يوم؟ ده والدك ولا 45 سنه. هو طيب من امتى وهو بيشرب ميه كتير ويتبول كتير؟ بقاله بتاع 3 شهور كده. حلل سكر طبعا. لا ما عندوش سكر خالص. لا انا قلت حلل سكر ترد عليا. حلل ولا ما حللش؟ ايوه حلل. طلع كام السكر؟ ايه؟ طلع السكر كام؟ طلع السكر الدكتور قال لنا في التحليل مفيش سكر. زي بعض هاخد بالكلام اللي انت بتقوليه. واخد بالك؟ طيب انت بيقوم بالليل يتبول ولا ما بيتبولش بالليل وهو بيقوم؟ بالليل وبالنهار. يعني ما بيعرفش ينام، معنى ذلك انه ما بيعرفش ينام. ايوه ايوه ما بينامش، هو يعتبر كده ما بينامش. طيب حضرتك اقفلي وانا هقول لك الاجابه. شكرا شكرا. احنا استاذ حسام طبعا الحاجات اللي بتزود الكميات البول واحد السكر لنسبه لو عندنا 100 حاله هيطلع 99 منهم او 95 السكر السبب. بقى نمره 2 و3 و4 بقى حاجات كتير منها الفشل الكلوي المزمن مش الحاد. الحاجات القريبه منها ممكن اضطراب في الكالسيوم والبوتاسيوم، لكن احنا الكلام ده مش هنعمله قوي. انا خايف من الغده النخاميه لان الغده النخاميه بتفرز هرمون بيحتفظ بالجسم بالميه، وهنا انا مش هقدر اساعدها، ولا سيما انه واضح ان احنا يعني ممكن ما فيش يعني النواحي الماليه تبقى صعبه. وارد. فيا بنت الحلال انا عايزك ممكن تتصلي بالقناه وتسيبي بياناتك وانا هعديهم ان شاء الله طريقه تروحي مستشفى الدمرداش، ولادي يقابلوك هناك تلامذتي يعني ولادي ويعملوا لك اللازم ان شاء الله تعالى، تحاليل واشعاعات، ولان احتمال نحتاج حاجات تكلف مثلا 3 4000 جنيه. بس مش طبيعي يا دكتور، هي بتقول لما بيشرب ازازه ميه كامله بيخش. ما احنا هنعمل الفحوصات دي. سؤالك بقول لك ايه بقى؟ انا مش هجيبك تاني. كلامك صح. تلميذك في العفو. في حاجه فعلا اسمها سايكوجينيك بوليديبسيا، ان العيان يشرب ميه كتير فيتبول كتير، بس هو مش بيشرب ميه نتيجه ممكن. وده اللي هندخله عندنا المستشفى في الدمرداش. اخبار حضرتك انه هيبيت عندنا يومين هنعمله الفحوصات دي، بس انا مش عايزه يعمل تحليل بره ويتكلف وبعدين نعوزه. لو عندهم قدره ماليه برضه يتصلوا بالكنترول هنا ويتفرجوا، وان شاء الله الحلقه الجايه اقول لهم يعملوا فحوصات ايه. تمام. لو ما عندهمش قدره يسيبوا وانا هسيب لهم في الكنترول، يروح يقابل الدكتور مين ويقابلهم ويخشوا ويتدلعوا اخر دلع. تمام. ناخد الاتصال بعده. استاذه ياسمين السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا اللي لسه متصله من شويه، والدكتور قال لي على تحليل الحديد، ومع نفسي في تحليلين الاخرانيين دول
لا حضرتك هتعيد الحلقه ان شاء الله الساعه 1 بالليل او موجوده على اليوتيوب، واخد بال سيادتك؟ جيب المقطع ده وسجليه وروحي للمعمل، هو هيقول لك تعملي ايه. انا مش عندي نت. هي هتتعاد الساعه 1، الحته بتاعتك صوريها من على الشاشه. الف لازم الف سلامه. هتتعاد مرتين يا استاذ ياسمين. الساعه 1 بالليل بتتعاد. الساعه 1 والصبح كمان. شكرا. لا انا اصل بحب الايه صاحب الحاجه يجتهد. يعني مش لازم احنا نتعود كل حاجه تجينا لحد عندنا، انا تربيتي كده. صح. مفيش حاجه اديها لك وانت قاعد في مكانك. يعني تمام. رب العزه بيقول ايه ولنا يعني احنا فين ورب العزه احنا فين؟ دخلنا في موضوع مهم جدا. ان هو اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. رب العزه يقول لك مثلا ادعي وانا استجيب. ما هو رب العزه محتاج انك تدعي. ما انت لازم تبذل مجهود. لازم تبذل. فهي الساعه 1 جايه تقعد ان شاء الله، واخد بال حضرتك؟ وتشوف الحلقه وتيجي على الحته دي، تروح فاتحه الكاميرا وتصورها وتسجلها، تروح للمعمل اديها اهي. الراجل ده بيقول التحليل اهي الدكتور محمد اهو يعملها لك. سليم. سليم. انت بقى كنت بتتكلم سيادتك. طيب تمام ناخد اللي بعده يا دكتور. استاذه الهام سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا ست الهام. الله يسلمك. اسمعيني من التليفون يا الهام. استاذه الهام متهيألي انت جنب التلفزيون، وطي التلفزيون واسمعي من التليفون. شكرا. ايوه انا سامعاك يا دكتور. كده اتفضلي. مرحبا. الو معاكي. والله بقول لك حضرتك يا دكتور انا عندي سكر وباخد علاج. لا استني بس. سنك كام سنه؟ سن 34 سنه. وزنك قد ايه؟ وزني 115. طولك قد ايه؟ مش عارفه الطول بقى، يعني بالتقريب. ماشي مش مهم. الدوره منتظمه؟ ايوه منتظمه. انسه ولا متجوزه؟ لا متجوزه ومعايا 4 عيال. ما شاء الله. اصغرهم قد ايه؟ اصغرهم عنده السنه الثانيه يعني 9 سنين كده. السكر بقاله كام سنه؟ ايه؟ السكر بقاله سنه. قبل ما يجيلك السكر باسبوعين بشهرين ثلاثه كده خسيتي ولا وزنك فضل زي ما هو؟ لا وزني كان زي ما هو. عظيم علامه طيبه. ماشي على علاج ايه حاليا؟ انا ماشي على نوفو نور. نوفو نور قد ايه؟ اللي هو ملي جرام ده. 1 ملي 3 مرات ولا مرتين؟ لا هي مره، لان انا عامله دايت يا دكتور وما باكلش. الصايم بيطلع كام؟ الصايم بتاعي ممكن يطلع 140 150 كده. طيب الفطر بيطلع كام؟ الفطر 202. طيب هل في طيب في امكانيه تعملي رجيم اكتر من اللي انت بتعمليه ولا ده اقصى حاجه انت عاملاها؟ انا عامله جامد والله دكتور، انا خسيت 15 كيلو. برافو عليكي. طيب هتزودي؟ خلاص خلاص اقفلي وانا اجاوبك انا. الف سلامه. شكرا عليك. شكرا يا استاذ الهام. بص يا الهام، انت وزنك 115 كيلو وانت نزلت 15 بتقولي او 20، يعني كنت 130 كيلو. النوفو نور من رغم ان احنا هنديه بيديكي بناخدي كميه صغيره جدا جدا وعامله رجيم ومموته نفسك، يبقى ما فيش وسيله ان احنا لازم نضيف دواء تاني. الدواء التاني ده في منه الرخيص وفي منه الغالي، طبعا هكتب لك الرخيص ما تخافيش، اللي هو 3-4 جنيه وهيساعد كمان على الخسسان، اسمه جلوكوفاج او سيدوفاج 1000 ملي جرام، حبايه قبل الغداء وحبايه قبل العشاء، وممكن ناخد حبايه 3 مرات في اليوم مش هيجرى حاجه، الا جانب النوفو نور بناخد الواحد ملي جرام قبل الوجبه الرئيسيه بنص ساعه. انا افضل النوفو نور ده انا ممكن اخليه 3 حبات في اليوم، ولكن هيتخنك او هيعوق انك انت تفقد الوزن. ان شاء الله هتبقى كويسه قوي. ان شاء الله. حضرتك كنت في المقدمه بتقول ان احنا بنتطرق الى خارج نطاق السكر وغدد الصماء. تمام. حوالي 70% من المرضى اللي بيكونوا خلاص ماشي معلش على ما هو بقى بيجي له الخط ويركبه ويحطه على السلك ويركب. استاذه ذكرى سلام عليكم. احنا بقى السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. احنا بقى الاتصالات هنقعد شويه. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور محمد؟ اكيد اكيد اتفضلي. اهلا وسهلا. الله يخليك. لو سمحت يا دكتور انا عندي الغده الدرقيه. نعم. بس انا عندي نتوءات على الغده. سن سيادتك كام سنه يا فندم؟ حضرتك انا سني 46. الاشعه عملتها امتى اللي طالع فيها النتوءات؟ حضرتك انا عملت الاشعه دي من 6 شهور وقال لي فيها نتوءات، وقال لي 6 شهور يعني
استني 6 شهور وعيديها. لا بص يا فندم، النتوءات موجودة في الفصين صح؟ نعم. الغدة دي فيها فص يمين وفص شمال. انا مش عارفة يعني منتشرة. قال لك فيها نتوءات مبعثرة داخل نسيج الغدة صح؟ لا هو قال لي حضرتك الإشاعة مبينة فيها نتوءات على الغدة. خلاص هيبقى هي في الناحيتين دي مفيش خطورة منها، ما بنخافش منها، بس أنا عايز حاجة بس تروحي للراجل ده المحترم تقولي له. هو حضرتك أنا رحت الاستشاري جراحة. قال لك إيه؟ هو اللي طلب مني الإشاعة الثانية دي أعيدها وعيدتها له، وطلب مني في تحليل الغدة نفسها، قال لي إفرازات الغدة كويسة. طيب الغدة بتاعتك الإفرازات بتاعتها كويسة. في بس المشكلة في النتوءات. استني بس، ايه سؤالك بالنسبة لي؟ انت عاوزة تقولي لي في عملية ولا مفيش صح؟ ولو انا ما عملتش العملية ده غلط ولا لا؟ خلاص اقفله وهرد عليك. شكرا شكرا استاذ ذكر. خلي بالك احنا يعني الاسئلة دي بالنسبة لنا مكررة. عارف احنا عاملين زي الجماعة بتوع دار الافتاء اللي هو نفس الكلام ويقولوا ويعيدوا. القصة دي مكررة، دي اسمها تكورات متناثرة في الغدة الدرقية، وحجمها ممكن يكون زيادة او حجمها طبيعي، وفي الحالتين ما فيش عملية. طب ادا واحد. طيب هل تاخد علاج ما تاخدش؟ الاخ اللي قال لها ما تاخدش علاج، لا انا هنديها علاج يصغرها لك شوية ان شاء الله. هتاخدي حاجة اسمها التروكسين 100 ميكرو جرام، التروكسين 100 مايكرو جرام حباية قبل الفطار يوميا بنص ساعة، قبل الفطار يوميا بنص ساعة، وما تاخديش اي مادة فيها يود تاني اللي هي موجودة في الملح، ملح الطعام يبقى خالي اليود، الاسماك ومكونات الخارجه من البحر ما تروحيش على ناحيه البحر خالص، النيل ينفع يعني لو انت من بلاد فيها النيل. تعيدي الكلام ده تاني، هتمشي على العلاج ده لمده 3 شهور، وتعيدي الاشعه عند نفس الراجل المكان وياخد القياسات ويملها لك بالعربي عشان تبلغها لي القديمه والجديده، وبعدين ان شاء الله هتلاقي الدنيا مش هتحتاج حاجه خالص. الف سلامه. تمام كده. ناخد الاتصال اللي بعده الاستاذه هناء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا معاكي. اتفضلي اتفضلي. ده من عندنا احنا المزيكا دي. لا انت سامعانا يا استاذه هناء؟ خلاص. ما هو طيب. ادم عمل الليل دي ما هي من عندها هي. اتصل تاني يا ست. حاول الاتصال تاني. على ما نركب نركب واحد تاني فاحنا هنتكلم. تمام. يعني بقول لحضرتك احنا 70% من المرضى اللي هم بيوصلوني انا بمستوايا يعني بيكونوا امراضهم ليست غدد صماء ولا سكر. يعني بمعنى هو عنده سكر. تمام. او عنده غدد صماء. ويقوم يلف على زملاتنا والاساتذه وكله. وبعدين لما يجي لي اكتشف، مش اكتشف، انا حاطط في دماغي ان هو عنده المرض ده، بس اللي هو تعبه مش له علاقه بالمرض ده. يا اما تزامن بالصدفه تواجد مرض جديد مع المرض القديم. بص يا فندم، عيب الطب، عارف انت على مؤاخذه هنقولها بس الناس هتزعل مني زملاتي، عارف لما انت تجيب كهربائي وهو العيب في الحمام، هيكلع كل حاجه عيب في الكهرباء. صح. او تجيب سباك والعيب في الكهرباء، هيطلع كل حاجه عيب في السباكه. اكيد. العبقري بقى اللي هو يكون بيشتغل وظيفة مثلا قلب ويفكر في مخ واعصاب، وان هو يكون بتاع غدد ويفكر في امراض نساء وتوليد، ده الدكتور الشامل اللي هو ملم، اللي عنده قاعدة مع قاعدة متينة. للأسف الأجيال الجديدة مش قوي كده، من غير زعل يعني. طب يعني ما ينفعش والاجيال الجديده دي يعني عندهم 50 سنه يعني الاجيال الجديده دي طالما هو بس الجديده هو يعني مش الواد اللي هو بيغني على اسمه ايه كشكول ولا اسمه ايه شاكوش حسن شاكوش يعني شاكوش ده مثلا سنه 25 سنه 30 سنه لا اللي في الغالب دول عندهم 50 سنه ويمكن اكتر كمان. طيب احنا معانا اتصال تاني. ماشي. استاذه منال السلام عليكم. هي دي اللي رجعت؟ عليكم السلام. لا استاذه منال اتفضلي يا استاذه منال. قول لحضرتك انا عايز اعرف العياده بتاعت حضرتك فين. بص يا ست منال، اولا انت بدأي موضوعك وهعالجك بامر الله على الهوا. عارفه يا منال، عارفه يا منال الدكاتره يعني مش عاوز ازعل الناس مني، اللي يطلع عشان يسوق لنفسه حتى وهو بيتكلم وعشان يجيب العيانين ما بيبقاش مخلص 100%، فخليني كده لان الضغوط جامده ان انا افتح العياده وكده مش عايز افتحها. فانت قولي لي عندك ايه وهعالجك ان شاء الله.
اه ما هو مسمى للتعبير. نعم مسمى للتعبير ده اخويا. طب خليه يكلمني يا فندم على الهواء. عايز يروح العيادة، عايز عشان يعني عايز يعمل تحاليل وكده. حاضر، لو فشل معايا هنا على الهواء واخد بال حضرتك هخليه. حاضر هشوفه انا الاثنين. تمام، خليه يكلمني حضرتك. يتكلم تاني يا استاذه منال، شكرا على الاتصال. بارك الله فيك. السؤال بص يا فندم، اي موضوع في اي مجال طبي او غير طبي والاخر يبقى فيه سلعه هنا مش لازم نبيع، يعني محامي مثلا وبيتكلم على القانون وبعدين الاخر لا مش هيبقى، لا يمكن النفس اماره بالسوء. وانت عمال تقول لي وسام حميد عمال يقول لي والناس عماله تقول لي والكلام ده مش عايز، لان مش حاضر نفسي. تمام. وعلى فكره في الرقم على الشاشه يا دكتور للي عايز يتواصل حتى بعد الحلقه. على الواتساب. اللي هو الواتساب. اللي بيبتدي ب 0155 105 4009 يحطوه على الشاشه يتواصل. وممكن تبعته يا جماعه، واحنا عندنا بس كمان يوم الاثنين زي ما قلنا الرقم ان شاء الله، بس الاثنين الجاي لا الاثنين اللي بعده على صفحه الفيسبوك بتاعي، يا ريت يحطوها على الشاشه. تمام، يكتب الاستاذ الدكتور الف دال يعني محمد سعد حامد بالعربي. تمام. او محمد سعد بالانجليزي، محمد سعد محمود بالانجليزي، وكل ده الحالتين هيخش على الصفحه. هيخش الاثنين بيجيبوا على الصفحه. الاثنين بيجيبوا يخش على الصفحه. جربت سيادتك يخش على الصفحه. انا والاستاذ حسام بقى بنقعد قدامنا ساعه وبنتكلم، بس الحقيقه الناس برضو بتغيظنا ما بتجيبش معلومات كامله. ما هو اكيد هنخليهم زي ما بقول رجل مسلوخه سنه بسنه هنوصل. هيقول لك حط حنه بلدي حنه ورداتي. استاذه دينا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. ممكن أكلم دكتور؟ اتفضلي يا أستاذة زينة، اتفضلي. ازيك يا دكتور عامل إيه؟ أهلا بك يا دينا، أهلا وسهلا. دكتور أنا كلمتك قبل كده وقلت لك إن أنا بحس بخمول في جسمي. وبيجي لي تنميل في إيديا الاثنين ورجلي. أو ما كانش فيه سكر يا دينا على ما أعتقد. أنا قلت لك فيه سكر. كان فيه سكر. أيوه. والسكر مظبوط يا دينا؟ ولا غير مظبوط؟ هو اخر تحليل حللته انا قلت لك عليه. اتفضلي كان كام فكريني؟ كان 190 صايم و220 فاصل. طب يا حبيبتي انت تخينه ولا رفيعه؟ لا رفيعه. وزنك قد ايه يعني؟ وزني حوالي 65. 65؟ ايوه. وبتاخدي ادويه حبوب ولا كان انسولين فكريني؟ لا حضرتك قلت لي على انسولين 16 الصبح و14 بالليل. وخدتيه؟ ايوه يا دكتور ماشي عليه. طيب اخر تحليل عملتيه تاني بعد ما خدت الانسولين امتى؟ لا ما عملتش تاني، ما هو انا عملت التحليل ده بعد ما عملت الانسولين. لا ما انت خدت الانسولين وبعدين. ايوه عملته. عملتيه امتى بقى؟ اخر مره تقريبا من حوالي شهرين. هو انت حضرتك كنت اتصلت بيا من امتى؟ تقريبا من شهرين يا دكتور. يعني انت سيادتك خدت الانسولين النهارده وحللت النهارده؟ لا انا ما حللتش النهارده حضرتك، انا بقول لك من فتره. ما انا طيب انت سؤالك ان لسه التنميل موجود؟ ايوه يا دكتور. طب اقفلي وهرد على سيادتك. شكرا استاذه دينا شكرا. الفكره ايه؟ اي دواء بنديه يعني تلاقي دكاتره السكر في نوعين منهم. النوع اللي هو بيرد على العيانين ماسك الموبايل وعمال انت مثلا حضرتك قريبتك سكرها مثلا الصايم 190 والفاطر 230. تمام. وبعدين اديته علاج، في ثالث يوم تتصل بيه الو السكر بقى 143، يقول لها طب بصي زودي نقصي. واساتذه انا مش هلمس العيان بعد ما اديله اي علاج قبل شهر. لازم شهر. شهر حتى لما الحاله تستقر. الا في حاله واحده تجاوبني عشان اديك بونبونايه. الا في حاله واحده؟ امتى ما يتصل عيان اقول له كويس كويس انك اتصلت، هو بتاع سكر واديته علاج. تمام. وقلت لك مش عايزه اشوف خلقته ولا يكلمني ولا اكلمه لمده شهر. طب امتى ما يكلمني هحترم المكالمه دي او عن طريق سيادتك مثلا؟ اما يكون في انخفاض في السكر. لما السكر ينزل. يعني مثلا هو كان بادئ صايم 150 او 170 وبعدين نزل. انا هجاوب دي بس بعد ما بعد ما مش ناسنا. دنيا منتظره. دي دنيا؟ واللي قبلها دينا؟ هي غيروا حروف. يبقى دينا ودنيا ناس دنيانا. وفي ايه تاني غير دينا ودنيا ودنيانا وايه؟ داليا بقى. لا لا احبادي. دنيا دنيانا. اتفضلي يا دنيا. الو؟ استاذه دنيا السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. لا في دانا يا ريس. دانا يا دكتور. اتفضلي.
انا عندي الغده الدرقيه. سنك كم سنه يا دنيا؟ 20. انسه؟ لا متجوزه. جوزوكي بدري ليه وضحكوا عليكي؟ ضحكوا بقى خلاص. جاز نصيبها حلو. وزنك قد ايه؟ اه يمكن كان لقطه يا دينا يا دنيا؟ ايه؟ كان لقطه العريس؟ لا خايفة منه شكلك. هي تقريبا قالت لا. لا بقى هي يعني جاية هتقول لا وبعدين لقطت. خلاص بقى. هنوقع بينهم النهارده. احنا جايين بس ايه يا جماعة؟ نهدي النفوس. نهدي النفوس. لا محضر خير. وزنك قد ايه يا دنيا؟ انا لما وزنت نفسي عند الدكتور قال لي 103. وطولك قد ايه يا بنتي؟ 160. طيب يعني في 30 40 هي حمله. هي حمله وباخد تروكسين 200. اخر تحليل عملتيه للغده امتى؟ من حوالي شهرين. طيب انت حضرتك بتاخدي ال 200 دلوقتي وماشيه مفيش حاجه قلقاكي صح؟ ما فيش حاجه. بس انا المشكله بقى عندي ان انا بيجي لي نغزه في قلبي كده بدراعي الشمال. دي لها علاقه بالمجهود ولا من غير مجهود؟ لا لما بعمل مجهود اقطع السلم كده يعني. ده انت عيله صغيره تقولي نغزه ومش نغزه، ده كلام فارغ. طب بتتعبني قوي. بتنامي كويس بالليل؟ الاول يعني اول سنه يبقى لها 5 شهور عندي. لا انا سؤال، الاول ما كنتش بنام. دلوقتي بتنامي كويس؟ اه دلوقتي بنام كويس. انت بتتكلمي عشان النغزه ولا في حاجه تاني غير النغزه؟ عشان النغزه. وزني عمال يزيد. ما هو وزنك بيزيد لان الغده حضرتك انت المفروض ازود لك الكميه الى 3 حبات 100 في اليوم قبل الفطار بنص ساعه. تمام. وامشي لي شهرين واعملي التحليلات دي وكلميني ان كان لنا عمر. خلاص ماشي. وتعملي ريجيم وتمشي كل يوم. يا دينا يا دنيا. دنيا. تمشي كل يوم ساعه يا بنتي، وجوزك ده ما ياكلش معاكي لان بياكلك. جوزك تخين؟ لا. طيب. هيوديكي في داهيه انت، انت اللي بتطبخي وبتاكلي. الف سلام. شكرا. شهرين. شكرا على الاتصال. كنا بنقول في حاله دينا الاولانيه. بتفكرني يا اخويا. لا. شوف يا سيدي انا فاكر. تمام. انا فاكر. كان السكر بتاع من 190 220. فانت يا دينا المفروض انت بتاخدي العلاج بتاعي بقالك شهرين، تعملي لي سكر صايب بعد لك بساعتين مش في المعمل. في البيت. لو البيت حضرتك ما عندكيش الجهاز، ارخص جهاز وارضى ارعاز وارخص شرايط جيبيها. ما إيش قادره جيب الصيدلي من تحت بياخد 10 جنيه على التحليل. في البيت. في البيت. يعمل ال 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 الشريط بيتكلف 1.5 جنيه. تمام. فيجي في البيت تقوم من النوم ياخد لها نقطه دم ويقول لها كام؟ وبعدين تاخدي العلاج سواء انسولين او حبوب اللي احنا اتفقنا عليه ويعمل بعد الاكل بساعتين. ما هو لازم الاعصاب الطرفيه اللي هو التنميل والخدنان والحرقان الاول نظبط السكر. وعلى ما نظبط السكر يا دينا هتاخدي، مش عارف انا كتبته لك قبل كده ولا لا، اسمه تجريتول. ده رخيص. لكن لو في حاجه تانية اغلى اسمها سمبلطه. سمبلطه 30 مللي جرام نبدا بيه حبايه قبل النوم كل يوم او قبل الغدا مع شويه ميه كتير قبل الاكل، قبل على معده خاويه يعني. بس ده غالي يا بنتي. فانت تاخدي التجريتول رخيص 200 مللي حبايه قبل النوم. التجريتول بينيم شويه، اما السمبلطه ما بينيمش. اختار واحد من الاثنين او ممكن الاثنين مع بعض، بس ممكن ناخد ده يوم وده يوم علشان نخفف برضو الفلوس. والسمبلطه المفروض 60 مللي، انا بادئ ب 30 معاكي عشان لازم نبدا لمده الاسبوع الاول. طيب ناخد الاستاذ فرج. اهلا يا استاذ فرج. استاذ فرج سلام عليكم. سلام ورحمه الله. سلام ورحمه الله استاذ فرج. ازيك يا دكتور؟ يا مرحبا. اتفضل. بسألك على يعني مواصفة السكر ده. ايه؟ تاني يا استاذ فرج علي صوتك شوية. سامعك. طيب اتفضل. قلت لك انا بسألك على السكر. السكر. ايه السؤال يا فندم؟ انا ما عملتلوش تحليل تمام؟ ايه؟ هو ما عملوش تحليل. طب وانا طب استنى انا بقى بص، احنا عندنا هنا ناس في ناس بيطلعوا دلوقتي في الاعلام بيعملوا جلا جلا، يعرف؟ لا اتفضل. بهزر معاك. بهزر مع سيادتك. اتفضل. يعني الاسباب الرئيسيه اللي تمثلها. يعني حضرتك انت ما عندكش سكر الحمد لله صح؟ الحمد لله. الحمد لله. بس يعني في وصايف كده يعني بتغير من الميه تمام؟ بقول ايه؟ تقريبا بي ايوه انا عندي صوتي خلي بالك. يا انا عندي وسائل تمام، وسائل في السكر كده يعني بغير الميه شغال على طول
ونشرب ميه كتير، يعني ده هل ده يمشي شهر سكر ولا عادي؟ اه بيشرب ميه كتير وبيشرب ميه كتير. طيب سيادتك سنك كام سنه؟ 25. 25؟ ايوه. متجوز؟ ايوه. شغلتك ايه؟ عاطل. طيب وزنك خس الفترة اللي فاتت ولا ما خسيتش؟ ما خسيتش. وزنك زي ما هو. بتقوم بالليل تخش الحمام كم مرة بالليل وانت نايم؟ ممكن اخش مرتين بالليل. بتجيب كمية بول كتير كل مرة ولا تناتيف كده؟ لا مرة كده ومرة كده، يعني مرة ادخل ومرة ما ادخلش. مرة تجيب كتير ومرة شوية صغيرة. في نشفان ريق؟ ايه؟ ريقك بينشف؟ ما سمعتكش. ريقك بينشف؟ لا. طيب حللت سكر قريب مش كده؟ ما حللتش السكر خالص يعني، بس يعني فيها بنشرب ميه كتير ده اللي ايه، وتجرب ميه شغال. طيب حاضر اقفل وانا هجاوب سيادتك. شكرا يا استاذ فرج. اخ فرج 25 سنة ابننا يعني اكيد ما خسش، البول كتير وبيشرب ميه كتير زي ما قلنا في بداية الحلقة او مع الاتصال الاولاني اللي قلته، ممكن يكون نقص هرمون اختزان الماء في الجسم. تمام. بيطلع من الغدة النخامية وده موجود بالنسبة مثلا واحد على كل 10,000، ولكن انا برضو هفضل اعتبر ان هو عنده سكر لحد ما يثبت العكس. ليه؟ ما اعمل التحاليل. لان تحليل السكر بسيط. صح. فهو هي معلش 10 جنيه رجب اسمه ايه؟ فرج. يا فرج 10 جنيه فرج. هتروح الصيدلية. انا يا ريت احسن الجهاز يطلع لك فوق فيعمل له نقطه الدم ويشوف السكر بعد الاكل بساعتين، بلاش الصايم، واخد بال حضرتك؟ والاكل ده يكون ازازتين بيبسي، ياخد ازازتين بيبسي يشربهم كويس قوي، وبعد يعد ساعتين ويعمل له النقطه ويبلغنا. طيب طلع ان السكر مفيش، هنفتح صفحه جديده يا اسامه. لحاله ثانيه. لا حاله ثانيه مين؟ له هو. ليه هو برضه؟ لا يعني نفس المريض بس حاله ثانيه بعديه. حالات ثانيه. حالات ثانيه. يعني ممكن اخده عندنا المستشفى مثلا. تمام. اللي ببلاش عشان اخده عندنا المستشفى نشتغله. على فكره دكتور يعني انت كل حلقه بتفاجئني. ربنا يبارك فيك. دي بشره حلوه للمريض والساده المشاهدين. طبعا. وتملي بندعي لك ونتمنى ان لا مستشفى يعني جامعه عين شمس دي حاجه صغيره. ما فيش حد بيشكر في نفسه وانت يعني الله يبارك فيه. بس فعلا يعني ما لا يشكر الناس لا يشكر الله. ربنا يبارك فيك. واكيد يعني على طول بتنوه ان هدف البرنامج لا غير ربحي. مفيش تماما اي شيء وغير ربحي، ولذلك ده اللي مخلينا ما نفتحش يا اسامه ولا نشتغل احنا حتى الحالات ناخدها دي. مع ان انا حاسس بالذنب ان احنا قلنا نخليه شويه كوميرشال بس انت رفضت برضه. لا اصل بص يا فندم اي حد هيطلع عشان له غرض تسويقي لن يكون امينا 100%. ده اكيد. ده اكيد يكون امينا 100%. خلينا كده وهنعالج الناس ان شاء الله. تمام. والحاجه اللي هي كده نوديها الدمرداش. جامعة عين شمس ومستشفى جامعة عين شمس لا يعلى عليها طبعا، ولا اي مستشفى خاصة طبعا. بحب الجامعة قسما يعني. بالله انا شخصيا وعيلتي ببقى عاوز ادوب الدبرداش عليها. العلم العلم الرصين، العلم كما انزل، خبرة ومواهب. لا ومش كده، احنا كلنا رقباء على بعض. صح. مش هيبقى في واحد جامعة عين شمس في مجموعة اكيد يعني. ناخد الاستاذ مؤنس. السلام عليكم. سكر. الو. اهلا. اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه السلام عليكم. طب وطي التلفزيون شويه يا استاذ مؤنس. وقع. يعني احنا عندنا خط واحد. طيب. يا استاذ محمد انا بكلم الكنترول. لا بس بيقع. بس انا متهيألي منه الشبكه. الشبكه عنده قدام المزيكا اللي طلعت النغمه دي بتاعت عبده كلفح. ف حاول الاتصال تاني. معلش والله حاول الاتصال تاني. كان بيقول سكر والسكر. ما هو برضه يا دكتور لو وقعت من عنده هيقع من عندنا. ده هو اللي بيقول لك كده. لا والله انا يعني اجتهادي يعني. طيب طبيعي. يعني احنا بقول له عندك حد؟ لو عندك حد ندخل. طب على ما يركبوه بقى ويدلدل رجليه ويوصل ويقبل. لا بس في حاجه يعني ظاهره دكتور لو عايز اسال فيها. نعم. يعني دلوقتي عدم التشخيص الجيد للدكتور واللي بيدفع ثمنه المريض، ايه حلها دي؟ يعني ايه مش فاهم.
يعني النهارده لما المريض يروح للدكتور والدكتور ما بيشخص صح، مثلا لو ما شخص يعني ايه ذنب المريض هنا؟ لا، هو القصص اللي هي ذو حدين، واخد بال حضرتك؟ الحد الاول انا بس عاوز اجاوبك برضو. الحد الاول خلاص اتفضل. تمام، مسكت القلم. طيب ناخد الاستاذه هبه. سلام عليكم. هم اولى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ما اصلنا 10 دقايق يا هبه، ده لو ادوهم لنا الجماعه اللي قاعدين بره دول ودول هنضربهم واحنا خارجين، فاولى ناخد اتصالين اكتر ما نقعد نتكلم. تمام، اتفضلي يا هبه. اهلا بيك. تمام، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. معلش انا كان عندي استفسار بشان حقن التخفيف. في حقن كتير نازله على الفيسبوك وكده انها بتزود سرعه الحرق، فهل هذه الحقن امنه ولا؟ طب بص، سنك كام سنه يا هبه؟ انا 43 سنه. وزنك قد ايه؟ انا 70 كيلو. 70؟ اه. يبقى بتكلمي لامك بقى. ايه يعني انت بتتكلمي مش ليكي؟ لا ليا. انت طولك كام؟ 160. طب ما انت كويسه يا بنتي. يعني عايزين ننزل كمان شويه. ماشي. طيب اصل انت هتنزلي، بصي يا هبه بقى، اتفضل. يعني كونك ان انت حضرتك هتنزلي 10 كيلو مش كده؟ تمام. العشرة كيلو دول هيجوا بحاجه بسيطه جدا. احسبي سعرات، سيبك من النصب اللي مليان ده، ده عالم نصابه. الاخر الوزن فين يا هبه؟ وهكلمك. شكرا شكرا يا هبه. الوزن يساوي سعرات داخله وسعرات خارجه، واخد بال سيادتك؟ انت ليك واحده زي هبه دي بتشتغل في البيت وما بتعملش حاجه، نحسب لها على 1700 سعر. طب عايزين نخس على 1300، وهتمشي كل يوم ساعه، تعمل في الساعه دول 5 كيلو على الموبايل، هتخس في الشهر 2 كيلو ونص. تدي لنفسها 4 شهور. تدي لنفسها 4 شهور وتجيب ال 10 كيلو. عايزه دواء تاني؟ اكتمي ورايا وعودك على الله انت وجوزك. فيكتوزا، الالم ده يا فندم تعمل اظن حوالي 700 جنيه في الاول او 900 جنيه. هتاخدي جرعه اللي هو 6 من 10 مللي جرام تحت الجلد لمدة اسبوع. الاسبوع الثاني هتاخدي 1.2 مللي جرام تحت الجلد شقة واحدة. تمام. لمدة اسبوع تاني. من اول الاسبوع الثالث هتاخد 1.8. انت عارف هتاخد الثلاث اقلام يكلفوك كام في الشهر دول؟ هيكلفوك 2500. وهتخس تقريبا في الشهر 3 كيلو. هي. بس ده هيسد نفسها شوية. ممكن يموع نفسها شوية. ممكن تحس بالام على المعده خفيفه، اوكي. بس ده الطب يا بنتي. حقن تانية اقول لك، دي مش بتزود الحرق، هي بتمنع تكون الدهون تحت في النسيج الدهني، واخد بالك ازاي؟ فانا اديتك الطريقين. طريق تحسبي لنفسك 1400 1500 سعر في اليوم، وعندك النت فاتح الدنيا وبقى اي حد يفهم فيه. تكتبي كده 1500 وجبات يوميه 1500 سعر. طيب. هيطلع لك، واخد بالك؟ واحد. اتنين، تمشي كل يوم ساعه، مثلا الساعه دي المفروض تعملي مثلا 5 كيلو. تمام. 5 كيلو دول 350 سعر يا اسامه تخسرهم. ماشي. حلو. وهي المفروض تاخد 1800، شلنا منهم 300 400، يبقى هتخس في اليوم او هتفقد في اليوم 600 سعر. يعني في الشهر 18000 سعر. 18000 2 كيلو ونص بالملي. واحسن والطبيعي احسن. انا ما حسبتش على فكره، بس احنا لا، هي 18. لان الكيلو الدهن 700 7500 سعر، او 7800 سعر. فاحنا كده هنوصل ل 18000 سعر هتخسي. ولا يقول لك البتاع النصابين اللي عمال يقول لك ابليكس ولا ابو بليكس. واكيد ليه اثار جانبيه يا راجل، ده بيحطوا عليه هرمونات التروكسين. طيب. وحاجات عشان تحرق، ممكن توقف القلب. اثار جانبيه. انت بتشوف، انا شفت احد الزملاء حلف لي ان الجماعه الابليكس ولا البتاع ده، واقوله هحط عيني دي في عينيهم، ان في واحد عملت عنده عمليه تحويل معده مسار وخست. هم طلعوه في الاعلان ان واخد الدواء. احنا هنطلع نكذب بقى، هنضرب بالنار انا وانت احنا خارجين من هنا في مره من المرات. يبقى شهداء الصحه والجمال. هما شكلهم بيكلموك كده لان ايه؟ لو بس انا بقى دكتور، انا ماليش دعوه بالكنترول، انا اتعودت في البرنامج بتاعك ان اخد التعليمات منك. لا 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 خلاص. هو دلوقتي عايزين لنا قد ايه؟ عايزيننا نقفل. بس انا دخلت الكنترول بالغلط، لقيتهم 15 قاعدين ما شاء الله.
يعني كتير علينا. طيب دقيقة واحدة. 25. حاضر دقيقة واحدة. احنا برنامجنا بنشخص المرض، بندي علاج، بنطلب تحاليل غير ربحي ولا عايزينه يبقى ربحي اطلاقا. 90% من الناس اللي هيتصلوا بينا هنخففهم بامر الله طبعا، هنكون وسيلة لشفائهم. طبعا طبعا امراض السكر والغدد الصماء، وغير كده طبعا احنا جاهزين بامر الله حتى في اي تخصص تعرفوه ممكن نصلح له كهرباء في البيت. متشكرين جدا. نعم متشكرين. متشكرين اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهايه البرنامج كونسلتوري ميديسن. فكرهم على يوم الاثنين. وللتذكره ان يوم الاثنين ان شاء الله القادم، لا اللي بعده، من الساعه 9 للساعه 10 ان شاء الله هنبقى على صفحه الفيسبوك بتاع الخاصه بالسيد الدكتور محمد سعد حامد. أعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة من برنامج كونسلتوري ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمشاهدة والمتابعة، ونشهد السيد الدكتور ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد أستاذ السكر والغدد الصماء كلية الطب جامعة الشمس، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.